بدأنا دكتور المحاضرة اللي فاتت نتكلم على آخر مكون من مكونات البون العظم بتاع منطقة السوركس اللي هو بتاع منطقة الصدر. كنا مقسمين العظم بتاع منطقة الصدر لثلاث عظماء أو ثلاث أجزاء من العظم الرئيسية: عظمة القص اللي موجودة قدامه في نص جسمي بالظبط اللي سميتها عظمة الاسترنم، بعد كده عظمة الاسترنم دي قصادها من ورا في 12 فقرة صدرية 12 ثوراسيك فيرتبري، بعد كده كان عندي من إيتش سايد على الجنبين في 12 بير وفريد 12 زوج من الضلوع. اتكلمنا على الفقرات الصدرية، لما جيت أبص عليها قسمتها لتيبيكال وأتيبيكال، فقرات شبه بعض في كل المواصفات وفقرات مختلفة عن بعض في المواصفات. اللي شبه بعض كان من رقم كام لكم؟ كان من رقم 2 ل 8، من تي 2 لحد تي 8، والأتيبيكال كان رقم كام؟ تي 1، وبعد كده 9 و10 و11 و12، دول سميتهم أتيبيكال والتانيين سميتهم تيبيكال. بعد كده اتكلمت على الريبس الضلوع، لما جيت أتكلم على الضلوع قلت إن كان عندي 12 زوج من الضلوع موجودين يمين وشمال، الضلوع بتمسك ورا كلها في عظمة الفقرات ومن قدام بتمسك في عظمة الاسترنم، الضلوع كان كل ضلع تحتيه فراغ كنت بسميه انتركوستال سبيس، كان مقفول بعضلات اسمها انتركوستال مصل، والعضلات دي كانت بتخلص قدام بفلات تندون، في فلات تندون كنت بسميه ممبرين يعني غشاء. الضلوع يا دكتور كنت ببدا اعدها من اول الضلع رقم 2، اشمعنى الضلع رقم 2 يا دكتور؟ لان هو كان امبورتنت لاند مارك، علامه مهمه، لانه بيقع قصاد الليفل بتاع الاسترنال انجل او المانيبروستيرنال جوينت، المفصل اللي ما بين المانيبرا وما بين عظمه الاسترنم، قصاده بالظبط كنت بلاقي السكند كوستال كارتليج، فكنت ببدا اعد الضلوع من اول رقم 2. جينا بعد كده يا دكتور المحاضره اللي فاتت قسمنا الضلوع دي لمجموعتين على حسب المكان اللي بيمسكوا فيه، الضلوع بتمسك ورا في الفقرات وبتمسك قدام في عظمه الاسترنم، قمت مقسمها على حسب مسكتها في عظمه الاسترنم، وقلنا هنقسمها طبقا للاسترنال اتاشمنت، وقسمتها طبقا لمسكتها في الفقرات، وسميتها طبقا للفيرتبرال اتاشمنت يعني مسكتها في الفقرات. والله دكتور مسكتها من ورا في عظمه الاسترنم، سوري من قدام في عظمه الاسترنم، قسمتها لي لنوعين كبار ترو وفولز، ضلوع حقيقيه وغير حقيقيه. مين هم الحقيقيين؟ الأبر 7 بيرز، أول سبع أزواج أو الأبر 7 بير من أول رقم 1 لحد رقم 7. إشمعنى حقيقية يا دكتور؟ كانت بتمسك دايركت مباشرة في عظمة الاسترنم عن طريق غضروف اسمه كوستاف كارتليج. بعد كده آخر خمسة اللي فاضلين عندي كلهم سميتهم فول سليبس يعني ضلوع غير حقيقية، وبدأت أقسم الخمسة اللي فاضلين دول لمجموعتين 8 و9 و10، لقيت كل واحد فيهم كان ليه كوستاف كارتليج، كان ليه غضروف بيروح يمسك في الغضروف بتاع الضلع اللي قبليه، قمت مسميهم فيرتبرو كوندرال. ليه فيرتبرو كوندرال؟ بتوصل ما بين الفيرتبرا الفقرات ورا والغضروف اللي موجود ناحيه قدام، دول كده كنت مسميهم ايه؟ فيرتبرو كوندرال 8 و9 و10، دول تبع الترو ولا الفولس؟ تبع الفول سيبس. بعد كده 11 و12 يا دكتور كنت بلاقي ان الضلعين رقم 11 و12 ما بيوصلوش ناحيه قدام، قال الضلع رقم 12 ولا الضلع رقم 11، الضلعين رقم 11 و12 ما بيوصلوش اصلا ناحيه قدام، بيخلصوا ناحيه ورا في الابدومينال ماسل، فسميتهم فلوتنج ليبس يعني الضلوع العائمه، دول برضو احد الفول سيبس يعني من ضمن مكونات الفول سيبس اللي هي الضلوع الغير حقيقيه. دي تقسيمة الضلوع لايه؟ على حسب مسكتها في عظمة الاسترنم، بعد كده على حسب مسكتها في الفقرات والفيتشرز والمواصفات بتاعتها كنت مقسمهم لتيبيكال يوسف و اتيبيكال. مين التيبيكال؟ قال لك التيبيكال دول كانوا من رقم 3 لحد رقم 9، والاتيبيكال كانوا أول 2 وآخر 3، أول 2 اللي هم الأول والثاني، وآخر 3 اللي هم 10 و11 و12. التيبيكال ريب يا دكتور كان كل اللي يفرقه عن الاتيبيكال ان كان كل ضلع تيبيكال بيتمفصل مع كام فقره؟ فقرتين، الفقره اللي شايله نفس الرقم واللي فوقيها، فانا كده سميته تيبيكال. امال النون تيبيكال؟ قال لك كان كل ضلع بيطلع منين؟ من فقره واحده بس اكسبت ما عدا رقم 2، كان بيمسك في فقرتين، الفقره اللي شايله نفس الرقم اللي هي رقم 2 واللي فوقيها اللي هي رقم 1. ماشي، بدأت بقى يا عم في النون تيبيكال ريب، انا عرفت ان هما اول اتنين واخر تلاتة، اول اتنين اللي هما الاولاني والتاني، مين اهم واحد يا دكتور في الضلوع بالنسبة لك سواء تيبيكال او اتيبيكال؟ الضلوع اهم واحد فيهم هو الفيرست ريب، وحصة النهاردة كلها عملي، مفيش فيها أي أسئلة نظري ولا إمسي ولا يعني ولا في الإنديو فيديو هيجي لك فيها إم سي كيو، كلها شغل عملي، بس الفيرست ريب مهم جدا جدا في العملي، مش مهم بس هو بينزل كل سنة غصب عني وعنك، يعني ما ينفعش تخش امتحان عملي 104 وما تلاقيش الفيرست ريب قدامك، لازم هينزل في الامتحان الفيرست ريب الضلع الاولاني من كتر اهميته.
تعالى واحده واحده نتكلم عن الفيرست ريب. اولا دكتور الفيرست ريب ده هو تيبيكال ولا اتيبيكال؟ اتيبيكال. يعني ايه دكتور اتيبيكال؟ قال لك يعني في مواصفات مختلفه عن بقيه الضلوع الثانيه. ايه بقى المواصفات بتاعته اللي هو مختلف فيها عن الضلوع الثانيه؟ راجل اول ما جه كلمني على الفيرست ريب الضلع الاولاني قال لي اربع معلومات كده. اولهم ان الفيرست ريب هو الهايست ريب، اعلى واحد فيهم. حد عنده مشكله في المعلومه دي؟ ايوه يا عم، الفيرست ريب الضلع الاولاني هو اعلى واحد في الضلوع كلها. بص كده اهو، قال الضلوع يا عم الضلع الاولاني بتاعي هو يبقى اعلى واحد فيهم كلهم، يبقى هو الهايست، هو اعلى واحد. تاني حاجه يا دكتور ان هو الشورتست، اقصر واحد فيهم، ودي معلومه تهمني جدا 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 عشان هيترتب عليها حاجات او مواصفات موجوده على الضلع نفسه. ثالث معلومه يا دكتور ان هو الموست كيرفد، اكتر ضلع فيه انحناء. هو مش كان كل ضلع يا دكتور كان بيبقى فيه حته منحنيه واسمي اكتر حته منحنيه دي كنت بسميها الانجل اللي هي الزاويه بتاعت الضلع؟ حتى بالاماره الضلع ساعتها كان بيتقسم لانتيرو ثلاث ارباع وبوستيرو ربع موجود ناحيه ورا. فقال لك اكتر اكتر ضلع واخد انحناء او فيه كيرف هو الضلع الاولاني الفيرست ريب. اخر معلومه يا دكتور ان الفيرست ريب هو الموست فيكسد، اكتر واحد ثابت. اشمعنى يا دكتور؟ قال لك ماسك ناحيه ورا في اول فقره اللي هي تي واحد وبيطلع من فقره واحده بس، ما بيطلعش من فقرتين، يعني الضلع الاول بيطلع من تي واحد لوحدها، زائد بيمسك قدام عن طريق كوستال كارتريج في عقبه الاسترنال. وقلت لك المحاضره اللي فاتت ان هو محمي عن طريق مين؟ عن طريق الكلافيكل. يعني اذا سهل ان هو يتكسر ولا صعب؟ قال لك ده صعب جدا ان يتكسر الضلع الاولاني لان هو محمي بعظمه الكلافيكل. فلو مثلا جيت خدت انت ترومه خبطه في الحته دي كده، العظمه اللي هتاخد الخبطه الاول هي عظمه الكلافيكل، ومين اللي محمي تحتها؟ اهو الفيرست ريب اللي هو الضلع الاولاني بتاعي. يبقى الراجل اول اربع معلومات قالهم لي ان الضلع الاولاني هو اعلى ضلع في الضلوع كلها، لان هو بالطبع هو اول واحد، هو الشورتست، هو اقصر واحد فيهم، ودي كلمه مهمه قوي بالنسبه لي. هو الموست كيرفد، اكتر واحد فيه انحناء. هو الموست فيكسد، اكتر واحد ثابت في مكانه. لما اجي يا دكتور بعد كده اتكلم عن الفيرست ريب الضلع الاولاني، جيت ابص على منظر الضلع نفسه لقيته فلات، يعني مسطح. يعني ايه يا دكتور معنى كلمه مسطح؟ قال لك والله يا سيادتك لما بتخش الامتحان اخر السنه بتاع العملي، ازاي اصلا بعرف ان الحاجه اللي محطوطه قدامي دي فيرست ريب؟ قال لك والله انت بتمسك الضلع في ايدك كده اهو، وتروح ماسك الضلع راميه قدامك على الترابيزه، لو لقيت الراس بتاعت الضلع هي والانتيريور اند النهايه اللي موجوده قدام الاثنين لامسين الترابيزه، يبقى من غير وانت مغمض ده فيرست ريب ضلع اولاني. اشمعنى يا دكتور؟ لان الراجل قال لي ان الفيرست ريب اس فلات، يعني شبه المشروع دي كده بالظبط، فلات مسطح، هيبقى ليه سطح موجود من فوق اهو، وهيبقى ليه سطح موجود من تحت، وهيبقى ليه حرف او ضلع موجود من جوه وضلع موجود من بره. فلو جيت حطيت اي حاجه فلات، اي حاجه مسطحه زي البشاوره او الموبايل، لو جيت حطيته على الترابيزه هلاقي ان الحته دي والحته دي الاثنين لامسين الترابيزه ولا لا؟ الاثنين لامسين الترابيزه. فسيادتك لما بتخش امتحان العملي، لو حطيت ايدك، لو جبت الضلع كده حطيته قدامك على الترابيزه، لقيت ان الهيد الراس بتاعت الضلع والانتيرو اند النهايه اللي موجوده قدام الاثنين لامسين الترابيزه، الترابيزه، يبقى وانت مغمض ده مين؟ ده الفيرست ريب. اشمعنى يا دكتور؟ لان تعالى نمسك اي ضلع تاني، ده ضلع اهو تيبيكال ريب اهو في ايدي، حطه على الترابيزه اهي يا عم. الانتيريور اند لمسه الترابيزه ولا لا؟ طب وهي الراس لامسه؟ لا مش لامسه، يبقى ده مش فيرست ريب. امال فيرست ريب؟ لو حط فيرست ريب هلاقي ان الانتيريور اند والهيد الاثنين لامسين الترابيزه. اشمعنى يا دكتور؟ لان هو فلات مسطح، يعني مبطط مسطح، عامل بالظبط زي البشاوره. تعالى بص على منظره كده، ادي يا عم الفيرست ريب الضلع الاولاني بتاعي. ليه يا دكتور؟ سطح اهو شايفه؟ اسمه سوبيريور سيرفيس او ابر سيرفيس، سطح علوي اهو، وفي من تحت اهو سطح هيبقى اسمه انفيريور سيرفيس، وليه بوردر حرف موجود من بره اهو هسميه الاوتر بوردر الحرف الخارجي، وهيبقى ليه حرف داخلي اسمه الانر بوردر. حد فاكر الانر بوردر ده كان بيمسك في جسمنا غشاء في الحته دي كده كنت بسميه ايه؟ صح، سيبسونز فاشيا او سوبرا بلور ممبرين، الغشاء يا دكتور اللي كان بينزل من الترانسفيرز بروسيس بتاع رقم سي 7 وينزل يمسك في الانر بوردر الحرف الداخلي بتاع الفيرست ريب الضلع الاولاني، كان غشاء مهم قوي عندنا كنا مسمينه سوبرا بلور ممبرين او السيبسونز فاشيا طبقا للعالم اللي اكتشفه. يبقى اول حاجه يا عم عرفتها عن الفيرست ريب، الكلمه اللي هخلص منها شرح الفيرست ريب كله، ان يا عم الفيرست ريب بتاعي ده فلات مسطح. تعالى نوصف بقى، نمسك الضلع في ايدينا كده ونوصفه. والله يا دكتور بما ان الضلع بتاعك فلات يعني مسطح، اي ضلع في الدنيا كان عباره عن كام جزء يا دكتور جو؟ يا راجل ده اصل جزء قدام جزء ورا، يا راجل
اي ضلع في الدنيا كان عباره عن كام جزء؟ كان ثلاث اجزاء يا دكتور. نهايه موجوده قدام اسمها انتيرور اند، ونهايه موجوده ورا اسمها بوستيرور اند، وبيوصل بينهم شفت. حتى بالاماره قلت لك هعامل الفيرست ريب على انه اسوري، هعامل الضلع على انه لونج بون، لكن هو اصلا فلات بون، يعني عظمه مسطحه ليها اثنين سيرفيس. دكتور الفيرست ريب زيه زي اي ضلع يا دكتور، ليه نهايه موجوده قدام اسمها انتيرور اند، ونهايه كبيره موجوده ورا اسمها بوستيرور اند، وبيوصل ما بين الاثنين في النص الشفت اللي هو الجسم بتاع الضلع. تعالى واحده واحده كده ناخد الضلع يا دكتور واحده واحده. اول حاجه يا عم الانتيرو اند، النهايه بتاعتي اللي موجوده قدام. جيت ابص يا دكتور على الانتيرو اند، النهايه اللي موجوده قدام دي لقيتها فلات مسطحه. اشمعنى يا دكتور؟ لان انت قلت لي لو جيت احطها على الترابيزه الاقيها لمست الترابيزه هي والهيد، لان الضلع اصلا فلات يعني مسطح، فلما احطه على الترابيزه هتبقى الانتيرور اند والهيد اللي موجودين لورا الاثنين لامسين السطح بتاع الترابيزه. فاول كلمه قلتها على الانتيرور اند النهايه اللي موجوده قدام ان هي يا دكتور فلات يعني مسطحه وبتبقى ست يعني تخينه شويه. حلو قوي. ارجع ورا على البوستيرو اند. والله يا دكتور المعروف في اي ضلع ان كان البوستيرو اند عليها راس ورقبه و راس ورقبه وبروز، راس ورقبه وبروز، هيد ونك وتيوبركل. جيت يا عم ابص على الفيرست ريب الضلع الاولاني، شفت راس كبيره زي راسي كده شويه اهي، كبيره، راس كبيره. الراس الكبيره دي يا عم لقيت عليها حفره واحده بس، لقيت عليها وان فاسيت، حفرة واحدة بس. حد يفسر؟ مش هتطلع منها تطلع من الفقرة، تطلع منها تندم. صح تندم؟ ليه يا دكتور الحفرة، ليه الراس بتاعت الفيست ريب عليها حفرة واحدة؟ فاسيت واحد. مش فاسيت واحد ما شاء الله على مستواكم. قول يا بيه. صح. بص يا عم على الفقره رقم واحد، هي الفقره رقم واحد دي كانت تيبيكال ولا اتيبيكال؟ كانت اتيبيكال. ده الفقرات الاتيبيكال دول يا دكتور كانوا ايه؟ كانوا تي واحد وبعد كده اخر اربعه اللي هم من اول تسعه لحد رقم 12 كلهم سميتهم اتيبيكال. ايه؟ ليه يا دكتور كنت مسميهم اتيبيكال؟ لان كنت باجي ابص على تي واحد يا عم كنت بلاقي عليها حفره كامله مدوره موجوده فوق ونص حفره صغيره موجوده ناحيه تحت. دي كده الفقره الاولانيه اللي هي الثوراسيك فيرتبري رقم تي واحد. جيت ابص يا دكتور على الفقره بتاعت تي واحد لقيت عليها حفره كامله مدوره موجوده فوق، كانت بتعمل ارتكيوليشن مع الراس بتاعت الفيرست ريب. فبالتالي يا دكتور منطقي ان انا الاقي برضو حفره واحده بس موجوده على الراس بتاعت الفيرست ريب، هتروح تمسك في الحفره الواحده بس والكامله اللي موجوده على البادي بتاعت تي واحد عشان يطلع الفيرست ريب بتاعي. امال الانفيرو ديميفاسيت ده كان هيمسك مين؟ كان هيمسك بدايه الضلع الثاني الابر بارت بتاعه، الجزء العلوي بتاع الضلع الثاني. يبقى لما جيت اتكلم على الهيد يا دكتور لقيتها صغيره وعليها فاسد عليها حفره واحده بس، الحفره دي دكتور هتعمل ارتكيوليشن، هتتمفصل مع الحفره الواحده المدوره اللي موجوده على البادي على الجسم بتاع الفقر رقم تي واحد. ادي يا عم الهيد. جيت ابص يا دكتور على الرقبه، يعتبر ما لقيتش رقبه للفيرست ريب. اشمعنى؟ عشان الكلمه بتاعتي اللي انا قلت لك عليها مهمه ان هو الشورتست اقصر واحد فيهم. من كتر يا دكتور ما الضلع ما الفيرست ريب الضلع الاول قصير، لقيت ان النك الرقبه راكبه فوق التيوبيركل، النك راكبه فوق التيوبيركل. بص يا دكتور ان النك الرقبه صغيره قوي قوي، ويعتبر هي والتيوبيركل حاجه واحده، يعتبر الاثنين مندمجين مع بعض. واكتر حته فيها زاويه او اكتر حته كيرفي، اكتر حته منحنيه هي الحته اللي عند التيوبيركل باي. قمت مسمي ده التيوبيركل او سميته الانجل، الزاويه. تاني التيوبيركل هو مين؟ الزاويه. اشمعنى يا دكتور؟ لان الضلع الاولاني قصير قوي قوي قوي، فلقيت ان النك راكبه فوق التيوبيركل، الرقبه هي والتيوبيركل الاثنين حته واحده، ودي اكتر حته واخده انحناء، فقمت مسميها التيوبيركل او الانجل، الاثنين هنا واحد، الانجل هي التيوبيركل. خلي بالك ده الكلام ده عكس التيبيكال ريب. التيبيكال ريب كان ليه نك رقبه محترمه قوي لوحدها، وكان ليه تيوبيركل هو كمان محترم لوحده، وبعديه بيجي الانجل الزاويه. هنا النك والتيوبيركل حاجه واحده، والتيوبيركل هو اكتر حته منحنيه فسميتها الانجل اوف ريب. حد عنده مشكله يا عم؟ ادي البوستيرو اند النهايه اللي موجوده ناحيه ورا. يبقى انا قلت يا عم ان انا عندي انتيرو اند نهايه موجوده قدام، ودي بتبقى فلات وتخينه يعني مسطحه عشان كده بتلمس الترابيزه، الهيد بتبقى صغيره وعليها حفره واحده بس بتعمل او بتمسك او بتعمل ارتكيوليشن مع الحفره الواحده الكامله اللي موجوده على البادي الجسم بتاع تي واحد. بعد كده عندي النك والتيوبيركل، الرقبه والتيوبيركل الاثنين راكبين على بعض، فالاثنين بعتبرهم حاجه واحده وبسميها الانجل اوف الريب، لان لقيت ان دي اكتر حته كيرفي او اكتر حته منحنيه. بعد كده دكتور عايز اتكلم على مين؟
الشفت خلصت الانتيرو اند وخلصت البوستيرو اند، فاضل لي الشفت الجسم اللي بيوصل ما بينهم. بما ان يا دكتور الفيرست ريب الضلع الاولاني بتاعي فلات يعني مسطح، هيبقى لي يا دكتور سوبيريور سيرفيس او ابر سيرفيس، صح؟ سطح حلو اهو. وهيبقى لي سطح من تحت هسميه انفيريور سيرفيس او لور سيرفيس يعني سطح سفلي. هيبقى لي حرف موجود من جوه هسميه انر بوردر، وحرف موجود من بره اسمه اوتر بوردر. يبقى عم بما ان سيادتك قلت لي كلمه مهمه جدا جدا في الشرح ان الفيرست ريب فلات، وبالتالي يا دكتور هيبقى لي اربع حاجات الشفت بتاعه. هيبقى لي يا دكتور ابر سيرفيس يعني سطح علوي هيقابله من تحت لور سيرفيس سطح سفلي. هيبقى لي انر بوردر يعني حرف داخلي هيقابله من بره اوتر بوردر يعني حرف خارجي. بص كده يا عم على الفيرست ريب الضلع الاول بتاع دكتور، ليه حته سيرفيس، ليه سطح يا دكتور موجود من فوق اسمه ابر سيرفيس، يقابله سطح من تحت اسمه لور سيرفيس. عندي حرف اهو حافه موجوده من بره، ضلع موجود من بره اسمه الاوتر بوردر، واحد من جوه اسمه الانر بوردر. بص كده على السبوره، جيت يا دكتور ابص ركب اللي جيت يا دكتور ابص على الشفت الجسم بتاع الضلع بتاع الفيرست ريب بتاعي، لقيت ان ليه ابر سيرفيس سطح علوي يقابله من تحت لور سيرفيس سطح سفلي، ليه انر بوردر حرف داخلي وليه اوتر بوردر حرف خارجي. فين يا دكتور الاوتر بوردر والانر بوردر دول؟ قال لك والله يا عم اللي انا ماشي عليه بالقلم الازرق ده هو الانر بوردر يعني الحرف الداخلي بتاع مين؟ بتاع الضلع الاولاني. كونكيف ولا كونفكس؟ كونكيف. الانر بوردر يا دكتور الحرف الداخلي مقعر اهو، فيبقى كونكيف. وجيت ابص عليه في النص بالظبط، في النص بالظبط، في النص بالظبط يا دكتور، لقيت حته بروز اهو موجوده على الانر بوردر على الحرف الداخلي بتاع الفيرست ريب الضلع الاولاني. قمت مسمي البروز ده يا دكتور اسكالين تيوبركل. سميته ايه معلش؟ تيوبركل يعني حته عظمه بارزه صغيره. امال معنى كلمه اسكالين دي ايه؟ قال لك والله اسكالين دي نسبه لعضله بتيجي من النك، بتيجي من رقبتي وتنزل تمسك عند الحته دي، تنزل تمسك في التيوبركل ده اهو. العضله دي يا دكتور لقيت اسمها سكالينس انتيريور ماسل، قمت مسمي البروز بتاعها اسكالين تيوبركل، موجوده على الانر بوردر الحرف الداخلي بتاع الفيرست ليب. بص يا عم لو جيت تبص معايا على الرسمه دي، ادي الفقره بتاعت دكتور تي واحد اول فقره صدريه اللي عامل معاها ارتكيوليشن او تمفصل، ده مين؟ الفيرست ريب الضلع الاولاني اللي ماسك في عظمه الاسترنم عن طريق كوستال كارتريج غضروف، صح؟ امال مين دي؟ دي سي 7 الفقره اللي فوق العنقيه، ودي هتبقى اللي فوقيها، يعني دي كده يا عم هتبقى سي 7 ودي مثلا سي 6 وكمل الباقي ناحيه فوق لو عايز تكمل. ايه اللي بيحصل؟ قال لك لقيت عندي حته عضله بتيجي من رقبتي من الفقرات العنقيه وتنزل من الرقبه يا دكتور عشان تروح تمسك في التيوبركل ده اهو اللي اسمه سكالين تيوبركل اللي موجود على الانر بوردر الحرف الداخلي بتاع الفيرست ريب. فين يا دكتور منظر العضله؟ قال لك والله يا عم العضله بتطلع من السيرفايكال فيرتبري من الفقرات العنقيه بالمنظر ده كده وتنزل يا دكتور العضله ناحيه تحت اهي عشان تروح تمسك في التيوبركل اللي موجود على الانر بوردر الحرف الداخلي بتاع الفيرست ريب. ادي العضله بتاعت اهي اللي انا سميتها يا دكتور اسكالينس انتيريور ماسل، وبالتالي التيوبركل اللي هيمسك فيها يستحق لقب اسكالين تيوبركل. الاسكالين تيوبركل ده موجود من جوه ولا من بره؟ موجود من جوه على الانر بوردر على الحرف الداخلي، هيمسك عضله بتبدا بحرف الاس اسمها اسكالينس انتيريور ماسل. اهي يا عم اسكالينس anterior muscle. حلو كده؟ ادي الانر بوردر الحرف الداخلي. معلش هو الحرف الداخلي قلت لك كان بيدي اتشمنت لممبرين للغشاء كان اسمه ايه؟ سيبسونز فاشيا او السوبرا بلورا ممبرين اللي كان بيجي من الترانسفيرس بروسيس بتاع سي 7. جيت يا دكتور زي ما لقيت على الانر بوردر الحرف الداخلي حته بروز في النص بالظبط ات اتس ميدل يعني في نص الحرف الداخلي، لقيت بروز اسمه سكالين تيوبركل وسميته سكالين عشان هيمسك في عضله جايه من رقبتي اسمها سكالينس انتيرو ماسل. لقيت كمان يا دكتور على الاوتر بوردر على الحرف الخارجي، لما جيت امشي على الحرف الخارجي كده يا دكتور في نصه هو كمان بالظبط لقيت حته تيوبركل بس صغير شويه كده، بعد كده مكمل اليمين الاوتر بوردر بتاعي. حتة البروز الصغير او التيوبركل الصغير اللي موجود على الاوتر بوردر على حرف الخارجي بقى اسميه ايه ده؟ قال لك قمت مسمي البروز ده اهو سريت تيوبركل. انا عايز اسالك سؤال محرج شويه معلش، هي كلمه سريت دي جديده على ودانك؟
فرن ذكرياتك الأليمة كده سيرفيتي. صح يا عم، الذكريات الأليمة قالت إن أنا كان عندي عضلة في الأبر لمب كانت بتطلع بـ8 فليش ديجيتيشن 8 قطع، كنت بسميها العضلة المسننة، عشان كده سميتها سيريتس أنتيور ماسل. يا عم كلمة سيريت دي يا دكتور يعني إيه؟ مسنن يا دكتور، مش العضلة كانت هتطلع أو كانت بتطلع بأبر ديجيتيشن بـ8 قطع، كانت بتطلع من أول 8 ضلوع. طب هو مش ده أول ضلع؟ معنى كده ان اول قطعه من السريتس هتطلع منين او هتروح تمسك فين؟ فاول ضلع هتروح تمسك عند السريت تيوبركل. التيوبركل ده هو اللي اسمه سريت تيوبركل، اللي هيروح يدي اتاشمنت. العضله بتبدا بحرف الاس هي كمان، بس اسمها سريتس انتيريور ماسل. يبقى انا كده يا عم عندي 2 تيوبركل، واحد من جوه في النص اسمه سكالين تيوبركل هيمسك عضله بحرف الاس اسمها سكالينس انتيريور، واحد من بره اسمه سريت هيمسك العضله المسننه اللي كان ليها 8 ديجيتيشن اللي كانت بتطلع من الميديال بوردر بتاع الاسكابلا لو تفتكر، وتلف عشان تمسك في اول 8 ضلوع عن طريق 8 قطع. اول قطعه منها هتمسك في التيوبركل اللي موجود على الاوتر بوردر الحرف الخارجي بتاع الضلع اللي اسمه سريت تيوبركل. حد عنده مشكلة؟ ادي عم كلامي على مين؟ على الانر بوردر الحرف الداخلي وعلى الاوتر بوردر الحرف الخارجي. فضل لي كم سطح؟ 2. فضل لي ابر سيرفيس دكتور ولور سيرفيس. والله يا عم جيت ابص على اللور سيرفيس السطح الداخلي، سوري السطح السفلي بتاعي، لقيت دكتور ان اللور سيرفيس السطح السفلي اسموس يعني ناعم. اشمعنى يا دكتور؟ حد يفكر، شغل دماغ الاكبر. لا اشمعنى اللور سيرفيس سموث ناعم؟ طب هقول لك، انا اسهل عليك شويه، اسهل عليك شويه معلش. هو فين يا دكتور اللور سيرفيس بتاع الفيرست ريب ده اهو؟ هات بعد كده اي قلم اهو. السطح اللي من تحت ده صح؟ اللي انا ماشي عليه السطح اللي من تحت ده هو اللور سيرفيس. جيت ابص عليه لقيته سموث ناعم، اشمعنى يا دكتور؟ صح عشان يمسك السيبسون. هو مين اللي جوه هنا؟ الرئتين. طب هو يا دكتور مش الرئتين كده هيبقوا مع احتكاك مع الضلوع دي؟ فلازم يا دكتور غصب عني غصب عني اللور سيرفيس السطح اللي تحتاني بتاع الفيرست ريب يبقى ناعم. ليه؟ عشان ما يعورش اللنج والبلوره اللي تحتيه. ما هو لو كان خشن ممكن يعور اللنج والبلوره. حتى بالاماره لو انت تفتكر كنا بنتكلم المره اللي فاتت على عنوان اسمه التيبيكال ريب، كنا بنقول ان الانر سيرفيس من جوه هو كمان برضه سموث، لانه مين اللي هيبقى مقابله؟ اللنج. الرئتين هيبقوا مقابلينه هنا، فلازم السطح اللي جوه بتاع الضلوع ده يبقى سموث ناعم عشان ما يعورش الرئتين والبلوره اللي موجوده هنا. فالراجل قال لي يا عم ان اللور سيرفيس السطح السفلي بتاعك بيكون سموث يعني ناعم، والطور مش عليه كوستال جروف. ايه؟ ات هاز نو كوستال جروف، يعني مش عليه كوستال جروف. اشمعنى يا دكتور؟ مش هيمسك في ال اشمعنى مفيش كوستال جروف على الضلع الاولاني؟ هاز نو كوستال جروف. هو بعد الشر حد قاعد قدام ما يعرفش ايه هو اصلا الكوستال جروف؟ يا دكتور الكوستال جروف دون كنت باجي ابص على الانر سيرفيس السطح الداخلي بتاع التيبيكال ريب اللي كان ناعم، كنت بلاقي عليه حته جروف من تحت كنت بسميه كوستال جروف، كان بيمشي فيه بالترتيب من فوق لتحت كلمه فان انتركوستال فين وارتري ونيرفو، كنت بسمي الثلاثه مع بعض نيورو فاسكولار باندل. طب يا دكتور هو السطح الداخلي من اللي تحت دون ينفع احط عليه جروف؟ لا. لا لانه ايه؟ لانه فلات، لانه مسطح. مش الضلع يا دكتور فلات مسطح؟ هو ده زي ده؟ لا. فده اقدر احط عليه جروف من جوه اسمه اسميه كوستال جروف. لكن جيت ابص على الضلع بتاعي لقيت يا دكتور ان هو ليه لور سيرف السطح من تحت، والسطح ده كله فلات يعني مستقيم، يعني كله فلات مفرود، فما ينفعش اركب عليه كوستال جروف. فلقيت يا دكتور ان اللور سيرفيس هاز نو كوستال جروف، مش عليه جروف اسمه كوستال جروف. خلي بالك ده اول ضلع هقول لك انه مش عليه كوستال جروف، في كمان ضلع هنجيب سيرته كمان شويه هو كمان مش عليه كوستال جروف. ماشي يا عم؟ ادي اللور سيرفيس. تعال بقى للأبر سيرفيس السطح العلوي. هو اللور سيرفيس كان ناعم ولا خشن؟ كان ناعم، عشان هيبقى مع احتكاك مع مين؟ مع اللنج والبلوره، مع الرئه والغشاء اللي حواليها اللي اسمه الغشاء البلوري. جيت ابص يا عم على الأبر سيرفيس لقيته خشن، رف. ليه يا دكتور رف؟ قال لك لان عليه جروفز، عليه شقوق. ايه الشقوق يا دكتور اللي موجوده على الأبر سيرفيس على السطح العلوي؟ قال لك والله جيت ضربت عيني كده لقيت عندي حته شق موجود في الحته دي كده وحته شق موجود في الحته دي. أنا عايز أوصف الشقين دول. إيه أسهل طريقة أقدر بها أوصف الشقين؟ قال لك والله بص يا عم،
ده موجود قدام التيوبيركل صح؟ مش انا كده ناحيه الانتيرو اند، يبقى ده موجود قدام التيوبيركل، امال ده ورا التيوبيركل. يبقى انا عندي كام شقه على الابر سيرفيس؟ اثنين، واحد ان فرونت اوف قدام التيوبيركل، واحد بيهايند يعني خلف التيوبيركل. مين اللي عملهم يا دكتور؟ يعني ايه الحاجه اللي جت علمت على الحته دي في الابر سيرفيس، وايه الحاجه اللي جت علمت على الحته دي في الابر سيرفيس بتاع الفيرست ليمب؟ بص كده على الرسمه بتاعت الاسكانس انتيور وافتكر معايا ذكريات الابر ليمب المره. كان عندي دكتور شريان في الابر ليمب زمان كان اسمه سبكليفيان ارتري. السبكليفيان ارتري ده كان بيخش يكمل جوه منطقه الاجزيلا ويغير اسمه، يبقى اسمه اجزيلاري ارتري. كان عندي شريان اسمه سبكليفيان ارتري دكتور ريتاج، كان بيخش يكمل جوه منطقه الاجزيلا واسميه اجزيلاري ارتري، والاجزيلاري يكمل في دراعه اسميه بريكيال، والبريكيال كان بينزل قصاد النك بتاع عظمه الريدياس ويروح مقسوم لالنر وريديال. دي كانت الارتريز بتاعت مين؟ الابر ليمب. المهم يا عم، العضله بتاعت اللي اسمها سكيرنس انتيرو دي لقيت قدامها في فين، يعني وريد اهو معدي في الحته دي كده بالمنظر ده. عندي يا عم حته فين وريد معدي في الحته دي كده بالظبط اهو. وورا العضله بتاعت اللي اسمها سكيرنس انتيرو ماسل لقيت عندي الشريان بتاع الابر ليمب اللي لسه مفكرك بيه، اللي كان اسمه سبكليفيان ارتري اهو يا عم. ادي الشريان بتاعي اللي اسمه سبكليفيان ارتري، كان بيعدي من ورا العضله اللي اسمها سكالينس انتيرو ماسل. حتى بالامر العضله كانت بتقسمه لكام جزء؟ لثلاث اجزاء، جزء كان موجود ميديا للعضله، وجزء العضله مخبيه عليه انا مش شايفه، وجزء لاترال للعضله. بص يا عم، عندي سبكليفيان ارتري معدي كده اهو ورا العضله اللي اسمها سكانس انتيرو نازله من رقبتي كده، وبيجي يعدي من وراها السبكليفيان ارتري. انا العضله مقسمه الارتري لكام جزء؟ ثلاثه. جزء اهو هيبقى موجود ميديال بالنسبه للعضله، وجزء العضله مغطيه عليه انا مش هبقى شايفه، وجزء اهو موجود لاترال للعضله. جزء موجود ميديال للعضله، وجزء العضله مغطيه عليه في الحته دي انا مش شايفه، هو مستخبي تحت العضله، وجزء موجود لاترال للعضله. سميت ده سبكليفيان ارتري وده سبكليفيان في. فيا عم مين اللي موجود قدام ده؟ سبكليفيان فين، واللي موجود من ورا ده سبكليفيان ارتري. ما تبص كده لقيت ان واحد قدام التيوبيرك صح، واحد ورا التيوبيرك، لقيت علامه قدام التيوبيرك تبقى بتاعت السبكليفيان فين، واحده ورا التيوبيركل تبقى بتاعت السبكليفيان. يبقى عامل مين اللي عمل الاثنين جروف اللي موجودين على الابر سيرفيس؟ قال لك اللي ان فرونت اوف الجروف او العلامه اللي موجوده ان فرونت اوف قدام التيوبيركل دي هتبقى جروف فور سبكليفيان فين، واللي موجوده ورا التيوبيركل هتبقى جروف فور سبكليفيان ارتري. ده جروف فور يعني شقه او علامه. اشمعنى؟ ببص كده اهو عندك السبكليفيان ارتري عدى فوق الفيرست ريب بالضلع الاولاني، راح معلم عليه علامه قدام التيوبيركل سميتها جروف فور سبكليفيان فين، والسبكليفيان ارتري عدى ورا التيوبيركل على الابر سيرفس على السطح العلوي بتاع الضلع، قام عمل لي جروف على السطح العلوي بس موجود ورا التيوبيركل بيهايند التيوبيركل سميته جروف فور سبكليفيان ارتري. حد فاكر الضفيره العصبيه اللي كانت بتغذي الابر ليمب كان اسمها ايه؟ كان اسمها بريكيال بلكسس. دكتور الضفيره دي دكتور كانت عباره عن كام روت؟ كانت عباره عن خمسه روت، كانت بتطلع من سي 5 و6 و7 و8 اند دي 1. الروت دي تبدا تتحد مع بعضها وكانت تكونني ترانكس. الترانكس كانوا كام؟ ثلاثة. ابر ترانك وميدل ترانك ولور ترانك. بص يا عم، جيت ابص ورا السبكليفيان ارتري، بص ورا السبكليفيان ارتري لقيت معدي حبل. الحبل ده دكتور هو اللور ترانك اوف بريكيال بريكسس. طب يا دكتور ايه اهميه الرسمه اللي انت راسمها لي دي؟ اهميه الرسمه دي يا دكتور ان انت ساعات يجي لك حاله مرضيه، عيان عنده حاله مرضيه كونجنتال انوميا، عيوب خلقي، يعني ربنا خلقه كده، ده عنده عيب خلقي. العيب الخلقي ده دكتور اسمه سيرفايكال ريب. هو كلمه سيرفايكال يعني حاجه ليها علاقه بمين؟ بالنك، وريب يعني ضلع. ده معنى الجمله سيرفايكال ريب ان العيان ده عنده ضلع في منطقه الرقبه، عنده ضلع في رقبته. ايه الضلع اللي في رقبته ده يا عم؟ قال لك الضلع اللي في رقبته ده سميته سيرفايكال ريب. لما اجي ابص على الضلع ده دكتور او ارسمه، قال لك لقيته بيطلع من عند سي 7، مش المفروض ده الضلع الاولاني اهو، وهنا كده عند ادي تي 1 اهي، هيطلع من عندها مين ده؟ ده الفيرست ريب. هو كمان الضلع الاولاني اهو الناحيه الثانيه اهو، انا كملت لك الرسمه بس ادي الفيرست ريب اللي موجود الناحيه الثانيه اهو صح؟ فوق بقى
من عند سي 7 لقيت ممكن يطلع عندي عيان عنده ضلع طالع من سي 7 يا دكتور، من سي 7 يطلع ان اديشنال ريب. وخلي بالك كلمه اديشنال دي مهمه ليه يا دكتور؟ لان تفهمني يا دكتور ريتاج ان السيرفايكال ريب اللي هيبقى عند العيان ده مش هيحل محل الضلع الاولاني، ده هيبقى موجود زياده على الضلوع. يعني العيان ده هيبقى عنده كم ضلع؟ 13 سم من الضلوع، او ممكن على فكره يبقى على ناحيه واحده، يعني ممكن الاقي عيان عنده سيرفايكال ريب ناحيه اليمين بس، وان ناحيه الشمال ده مش موجود، او العكس صحيح. يبقى يعني دكتور ده ان اديشنال ريب، ده ضلع زياده موجود عند العيان بيطلع من عند سي 7. ايه مشكله حاجه زي كده؟ ايه مشكله ان العيان يبقى عنده ضلع طالع في منطقه رقبته؟ بص بص على الرسمه وشوف، بص على الرسمه وشوف الضلع ده ممكن يضغط على مين؟ على اللي هو الترنك بتاع البريكيا البريكسس والساب كريفن ارتر اللي معديين ناحيه ورا دول اهو. ما هو الضلع هيوصل للي هو الترنك بتاع البريكيا البريكسس، فممكن يعور اللي هو الترنك بتاع البريكيا البريكسس او يعور الساب كريفن مين؟ الساب كريفن ارتر. سميت الحاله دي سيرفايكال ريب. خلي بالك لو انت مركز، ايام زمان البريكيا البريكسس انجري كان حياتها بتحصل حاجه اسمها اللور ترانك انجري، كانت بتعمل لي باراليسيس كنت بسميه ايه؟ انا عارف انت مش هتفتكر، انا عارف، انا بسال السؤال ومتاكد ان انت مش هتفتكر. كنت بسميه كولومبيكي باراليسيس، وبتاع الابر ترانك لما يتعور كنت بسميه ايربس اند دوشني. على مين كده كان اسمهم ايربس ودوشني؟ كان الابر ترانك بتاع البريكيا البريكسس يعمل لي ايربس بولسي لو تفتكر، وكان اللور ترانك انجري بتاعت البريكيا البريكسس كانت بتعمل لي كلامبيكي باراليسيس. ده اسماء العالم اللي اكتشفه. فالدكتور كان من ضمن الاسباب او الحاجات اللي تعور اللور ترانك كان موجود عندك في مذكره الابر ليم حاجه اسمها سيرفايكال ريب، الضلع اللي يطلع في منطقه العنق من عند سي 7 ممكن يعور اللور ترانك بتاع البريكيا البريكسس. حد عنده مشكله؟ في اي حد مش فاهم اي حاجه في الفيرست ريب؟ ادي يا عم الضلع الاولاني اللي موجود قدامه. ازاي تعرف الفيرست ريب في الامتحان؟ هتخش تمسك الضلع ترميه على الترابيزه، لقيت الانتيور اند والهيد الراس الاثنين لامسين الترابيزه، يبقى ده الفيرست ريب الضلع الاولاني. صور بعد اذنك عشان امسح. صفحه 16 الابر سيرفيس اللي هو رقم الشفت، رقم سي اللي هو الشفت، رقم 4 الابر سيرفيس. الابر سيرفيس دكتور قلنا ان هو رف يعني خشن، ليه يا دكتور؟ خشن عليه جروفز، عليه شقوق. من الشقوق؟ قال لك عندي واحد ان فرونت اوف، واحد قدام الاسكالين تيوبيركل، وواحد بيهايند يعني ورا الاسكالين تيوبيركل. اللي قدام ده بتاع الفين اللي اسمه سب كليفيان فين، واللي ورا بتاع السب كليفيان ارتري، اللي وراه اللور ترانك بتاع البريكيال بليكسس. اقرا كده، قال لك هو عباره عن رف خشن بريزنتس يعني عليه الاسكالين تيوبيركل اكستندنج بيمتد من الانر بوردر للحرف الداخلي فورمنج، يكون لي حته ريدج حته حافه. الحافه دي هتفصل جروزين عن بعض، هتفصل اثنين جروف عن بعض، هتفصل شقين عن بعضهم. مين الشقين دول؟ قال لك جروف فور السب كليفيان فين، ده موجود ان فرونت اوف قدام الاسكالين تيوبيركل. معلومه ام سي كيو مهمه دي. جروف فور سب كليفيان ارتري واللور ترانك بتاع البريكيال بريكسس، ده موجود بيهايند يعني خلف الاسكالين تيوبيركل. اخر حاجه تحت بيقول لك هاو تو ايدنتيفاي، ازاي اتعرف على السايد الناحيه بتاعت الفيرست ريب اذا كان يمين او شمال. بالاضافه لكل الحاجات اللي قلناها، سيادتك هتمسك الضلع ترميه على الترابيزه، الانتيرو اند والهيد لمسوا الترابيزه، يبقى ده الفيرست ريب. اقرا كلمتين كده، بيقول لك ايه الفيرست ريب؟ لو الفيرست ريب بتاعي از كوركتلي بليس، لو حطيته صح اون اتيبل على ترابيزه، ايه اللي هيحصل؟ البص الاثنين الانتيريور اند النهايه اللي موجوده قدام اند الهيد والراس والتاتش اتس سيرفيس هيلمسوا السطح بتاع مين؟ هيلمسوا السطح بتاع الترابيزه. عندك صفحه 17 رسمه جميله جدا جدا للفيرست ريب، فيها كل البيانات اللي على السبوره اللي هم رسمتين اللي في صفحه 17 دول، ممكن تذاكر من عليهم. لو جيت دكتور قلت لك ان دي الفقره تي 11 ودي الفقره تي 12، رقم 12 كل واحده فيهم ليها ترانزفيرز بروسيس يعني نتوق مستعرض. جيت يا عم ابص على الضلوع رقم 11 و12 هم نوعهم ايه؟ نوعهم ايه؟ نوعهم ايه الدكتور؟ تيبيكال ولا نون تيبيكال؟ نون تيبيكال. دكتور 11 و12 دكتور نون تيبيكال. ليه دكتور نون تيبيكال؟ قال لك كده بص على الضلع رقم 11 و12 لقيتهم توأم شبه بعض قوي 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 بالظبط. الضلع رقم 11 هو هو نفسه الضلع رقم 12 مع بعض الاختلافات البسيطه. الاول انا عايز اعرف ايه اوجه التشابه، ما الكلام ده مش مهم قوي يعني، انا مش عايز تذاكر انت ما تروح ما تذاكروش براحتك، انا بشرح لك وخلاص بقى ليه ندردش وخلاص. رقم 11 و12 يا عم الضلعين دول لقيتهم شبه بعض في حاجات كتيره قوي. ايه الفاسيت الموجود عليها مال مش شبه بعض غير بيناتهم بينهم ايه او 11 و12 11 عليها واحد كامل و12 عليها واحد كامل كامل فيها.
ايوه ده هيطلع رقم 11 وده هيطلع رقم 12 10 دلوقتي كل حاجه الضلعين رقم 11 و12 لقيت ان الدكتور جيت اتكلم على الضلعين دول لقيت ان فيهم عوامل مشتركه جدا ما بينهم اولها يا دكتور ان الراس بتاعتهم كبيره قوي عندهم راس كبيره الهيد بتاعت كل واحد فيهم الراس بتاعت كل واحد فيهم يا دكتور كبيره قوي 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 والضلع يا دكتور بعدها على طول بيطلع بالمنظر ده ورا الضلع رقم 12 بالمنظر ده بص منظر الضلع عامل ازاي كل ضلع يا دكتور سواء 11 او 12 ليه لارج هيد الهيد بتاعته كبيره وكل راس فيهم عليها وان فاسيت عليها حفره واحده بس هتروح تعمل ارتكيليشن مع حفره واحده برضو موجوده على الجسم بتاع كل فقره يعني يا دكتور الجسم بتاع رقم 11 كان عليه واحده بس مدوره لو تفتكر كانت هتمسك الضلع رقم 11 رقم 12 كان عليها واحده برضو كامله مدوره هتمسك الضلع رقم 12 يبقى اول يا دكتور وجه تشابه بين الضلعين ان الاثنين الراس بتاعتهم كبيره بص بقى الجمله دي الاثنين يا دكتور نو انجل ما لهمش زاويه نو تيوبيركل ما لهمش تيوبيركل نو نيك ما لهمش رقبه بص يا عم الضلع رقم 11 و12 جيت ابص عليه كل اللي بشوفه من الضلع حته راس كبيره بعدها الشفه على طول بيطلع لا عندي تيوبيركل ولا انجل ولا نيك لا عندي رقبه ولا عندي تيوبيركل ولا عندي انجل بص الضلع عامل ازاي حته راس كبيره اهي وعلى طول طالع منها الشفه وجيت يا دكتور ابص على اخر حته في الضلع اللي هي الانتيريور اند النهايه اللي موجوده ناحيه قدام وبصيت عليها كده بص شايفها عليها حفره؟ لا طب مسطحه زي الضلع الاولاني؟ لا امال مالها؟ دي بوينت يا دكتور مدببه صح زي السباين بتاع الفقره زي الشوكه بتاعت الفقره جيت ابص عليها يا دكتور لقيتها مدببه ناحيه تحت بوينت يعني مدببه ناحيه تحت بالمنظر ده دي كده كل دي كده عوامل مشتركه ما بين الضلعين ما بين رقم 11 ورقم 12 طب هو مش كل ضلع كان المفروض اخره في كوستم كارتريج غضروف رقم 11 و12 هلاقي عليهم غضروف؟ قال لك اه هلاقي عليهم غضروف لا ليه؟ بص جيت ابص على اخر حته في الضلع رقم كم؟ لا 11 لقيت عليه دكتور حته كوستم كارتريج صغيره قوي والضلع رقم 12 يا دكتور ما لقيتش عليه حته كوستم كارتريج طب ليش دكتور حته غضروف ليه؟ قالك انه بيخلص انسايد جوه المسلز جوه الابدومينال المسل جوه العضلات بتاعت البطن هو اصلا مش 11 و12 دول كانوا فلوتنج يعني ما بيوصلوش لقدام وبيخلصوا بس ناحيه ورا في الابدومينال المسل في العضلات بتاعت منطقه البطن جيت ابص على التب يعني على القمه او اعلى حته في اللي هي الانتيرو اند النهايه اللي احنا ناحيه قدام لقيت ان على كل واحده فيهم على حته كوستال كارتريج بس صغير قوي تاني يا عم الضلعين كلهم يا دكتور عباره عن راس كبيره وشف الراس الكبيره دي يا دكتور لا ليها انجل ولا ليها تيوبيركل ولا ليها نك زاويه ايه يا دكتور بقى الاختلافات اللي ما بين الاثنين قال لك والله اول اختلاف ما بين الاثنين ان واحد فيهم اقصر من الثاني من الطويل ومن القصير رقم 11 يا دكتور اطول من رقم 12 وجيت دكتور مرتضى ابص على الضلع رقم 11 لقيت عليه كوستال جروف يعني شق موجود من جوه اه طب رقم 12 لقيت عليه لا طب ليه بقى مش القصير بص الثاني في الابدومن صح الراجل المحترم ده لاول مره يحضر قدامي في السنتر قال لي يا عم رقم 12 ده منطقي منطقي وبديهي لو انا مصاحي ان انا مش هلاقي على رقم 12 كوستال جروف اشمعنى هو في تحت ضلع هو انا كنت همشي ايه في الكوستال جروف كنت همشي صح فان انتر كوستال فين وارتر ونيرف ليه يعملوا ايه دول قال لك مش هوالي الحصه الجايه او المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا نكسو الفراغات دي بشويه مسلز عضلات مش العضله الدكتور محتاجه اودي لها عصب يديها امر بالحركه ومحتاجه اودي لها ارتري شريان يوديها دم عشان يفضل شغال ومحتاجه اطلع من عندها فين يلم منها الدم طب هو انا تحت رقم 12 عندي انتركوستال مسل لا ليه ما خلاص ما عادش في ضلوع تحت يعني انا هنا اصلا ما فيش فراغ يبقى مش محتاج هنا احط عضله اسمها انتركوستال مسل وبالتالي مش محتاج لاودي لها لا نيرف ولا عصب ولا ارتري لان هي اصلا مش موجوده فما حطيتش كوستال جروف على الضلع رقم 12 فلقيت الدكتور ان الضلع رقم 11 ليه كوستال جروف وانما رقم 12 هاز له كوستال جروف وده رقم كام اللي ملوش رقم 2 مش كان الاولاني من شويه ما كانش عليه كوستال جروف وده كمان هو رقم 12 هاز نو كوستال جروف بينما رقم 11 يا دكتور عليه فينت جروف يعني جروف بس صغير شويه حد عنده مشكله يبقى لحد دلوقتي الاختلافات ان واحد طويل وواحد قصير رقم 11 اطول من رقم 12 يعني رقم 12 اقصر من رقم 11
كل واحد فيهم يا دكتور الرقم 12 هزن وكوستال جروف مش عليه كوستال جروف لان انا مش محتاج ساعتها احط انتر كوستال ماسل ولا احط النيرف ولا احط ارتر ولا احط فين، لكن رقم 11 عليه كوستال جروف. ادي يا عم الضلع رقم 11 و12. تعال افتح مذكرتي اقراهم مع بعض. صفحة 18 يا دكتور عندك اللي هو رقم 4 في نص الصفحة الثاني والعاشر ولا يحتاج فيهم أي حاجة. قال لك رقم 11 و12 ريب قال لك دول إذا تو فلوتنج ريبس الضلعين الاثنين فلوتنج دول هاف سيفرال فيتشرز إن كومون يعني مشتركين في بعض المواصفات. المواصفات اللي هم مشتركين فيها إن الهيد الراس كبيرة والراس دي عليها سنجل فاست عليها حفرة واحدة بس بتتنفصل مع الحفرة اللي موجودة على جسم المين الفقرة. قال لك ويتش ارتكوليت والزابيديكال أوف ذا كروسبوندنج فيرتبري زي هاف لا ليهم رقبة ولا أنجل ولا تيوبركل زي هاف نو نيك ونو تيوبركل. الانتيرو اند النهايه اللي قدام بتبقى فلات ولا عليها حفره لا دي ولا دي بتبقى بوينتد يعني مدببه ناحيه قدام وعليها حته كاتلج حته غضروف صغير. هاويفر ومع ذلك ذا تو ريبس الضلعين ديفر يعني بيختلفوا عن بعض في ايه بقى؟ رقم واحد ان رقم 11 اطول من رقم 12. قال لك ان رقم 12 از شورتر زان يعني اقصر من رقم 11 وان رقم 12 ملوش انجل بينما رقم 11 ممكن يبقى فيه زاويه صغيره. المعلومه اللي تهمني ان رقم 12 هازن وكوستال جروف ليه؟ لان اصلا مش محتاج احط كوستال جروف هناك بينما رقم 11 هاز افين توان يعني عنده واحد صغير. في نص الصفحه عندك موضوع اسمه جوينتس اوف الثوراسيك كيج مش جديد عليك ليه؟ خدناه كله. اول حاجه استرنال جوينتس المفاصل بتاعه عظمه الاسترنال. هي عظمه الاسترنال كانت بتعمل كام مفصل؟ اتنين. واحد هو دكتور اسمه مانيبرو ستيرنال جوينت ما بين المانيبرم وما بين البادي اللي كنت مسميه الانجل وفلويس اللي كان بيقع قصاد اللور بوردر بتاع تي 4 يعني الديسك اللي ما بين تي 4 وتي 5 ادي اول مفصل اهو المانيبرو ستيرنال جوينت. تاني واحد يا عم اهو ما بين البادي وما بين السيفويد كنا مسمينه زي في ستيرنال جانكشن الوصله اللي ما بين السيفويد وما بين البادي سميتها زي في ستيرنال جانكشن كانت موجوده قصاد تي دي 9 في 9 دي موجوده قصاد تي 4 اللور بوردر بتاعها لكن دي موجوده قصاد تي 9 ادي المفصلين بتوع عظمه الاسترنال. فقال لك استرنال جوينتس اللي هم المانيبرو استرنال جوينت والزي في استرنال جانكشن. بعد كده الفيرتبرال جوينتس هي ايه المفاصل بتاعت الفقره؟ كانوا ثلاث انواع بتوع المفاصل كارتيريجونال سكندري كارتيريجونال وعندي فايبرس وكان عندي سايزوبيا. ثالث حاجه يا دكتور الكوستال جوينتس ايه المفاصل بتاعت الضلوع؟ ركز بقى كده معايا عايز قلم صغير بعد اذنك. دكتور كل ضلع بيجي يمسك في عظمه الاسترنال عن طريق كوستال كارتريج غضروف. انا عايز اعرف ايه المفاصل او ايه الاماكن اللي الضلع هيمسك فيها. اولا عظمه الاسترنال يا دكتور هتمسك مع الكوستال كارتريج صح؟ معنى كده ان في نقطه التقاء ما بين الكوستال كارتريج الغضروف وما بين عظمه الاسترنم. فين النقطه دي؟ اللي هي دي الحته دي هي نقطه الالتقاء ما بين عظمه الاسترنم والغضروف وانت مسمي النقطه دي استرنو كوستال جانكشن. استرنو نسبه لعظمه الاسترنم كوستال نسبه للكوستال كارتريج وجانكشن يعني وصله وانت مسمي الوصلات اللي ما بين كل غضروف وما بين عظمه الاسترنم استرنو كوستال جانكشن. دكتورة ريتاش بذكائها اللامتناهي هترد عليا وانا عندي كام واحدة؟ سبعة. يا ساتر يا رب عندي سبعة يا دكتور مش هو هيضحك عليك في الامتحان يالا عندي سبعة يا دكتور ما انا عندي اول سبع ضلوع هم اللي هيمسكوا في الاسترنم يبقى عندي كام استرنو كوستال جانكشن؟ سبع وصلات ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أمال يا دكتور لو عايز أصحح المعلومة بتاعت الدكتورة ريتاش رقم 8 و9 و10 كانوا بيمسكوا فين؟ صح بيمسكوا في الغضروف اللي قبلهم صح؟ طب انا عايز اسمي الوصله اللي ما بين كل غضروفين اسميها ايه؟ قمت مسميها انتر كوندرال جانكشن. كلمه انتر يعني بين وكوندرال يعني غضروف وانتر كوندرال جانكشن الوصله اللي ما بين الغضاريف وبعضها. اشمعنى الغضروف بتاع رقم 8 هيمسك في 7 والغضروف بتاع رقم 9 هيمسك في 8 والغضروف بتاع رقم 10 هيمسك في 9 عندي نقطه التقاء اهي ما بين كل غضروفين وبعضهم سميت نقطه التقاء ما بين الغضاريف سميتها انتر كوندرال جانكشن. كلمه انتر يعني بين وكوندرال يعني غضاريف وجانكشن يعني وصله يبقى لحد دلوقتي عندي استرنو كوستال وعندي انتر كوندرال. طب دكتور مش الريب الضلع نفسه هيمسك مع الكوستال كارتريج عن طريق وصله اهي صح؟ في نقطه التقاء اهي ما بين الضلع نفسه وما بين الكوستال كارتريج هسمي نقطه الالتقاء
كوستو كوندرال جانكشن. يعني ايه كوستو كوندرال؟ كوستو نسبه للكوستا اللي هو الريب، وكوندرال نسبه للكارتريج، وجانكشن يعني وصله. يبقى عندي كوستو كوندرال جانكشن. عندي كم كوستو كوندرال جانكشن؟ 12. اشمعنى يا دكتور؟ كل ضلع عليه كوستال كارتريج، وكل ضلع هيمسك في الكوستال كارتريج بتاعه. يبقى ما بين كل ضلع وما بين كل كوستال كارتريج في وصله سميتها كوستو كوندرال جانكشن. ما عدا رقم 12 الاخير عشان دكتور اتهز زعلان. بص يا عم، اخر مفصلين بقى عندي، او اخر مفاصل هيكونها الفرتبرا، هيكونها سوري الضلوع مع الفقره. ازاي يعني مع الفقره؟ لو جيت يا عم رسمت لك فقرتين متمفصلين مع بعض، بص يا دكتور عندي هم فقرتين ماسكين مع بعض، فقره دي عليها دي مفاسد، ودي عليها دي مفاسد، دي عليها دي مفاسد، ودي عليها دي مفاسد، وكل ترانزفيرس بروسيس كان عليه كوستال فاسد بيعمل ارتكيوليشن مع التيوبيركل بتاع الضلع. السن الضلع معلش هنا كده، قال لك لما جرس من الضلع بدا بتقول ان الضلع بيطلع من فقرتين اهم بالمنظر ده كده، ليه هيد ونيك وحته التيوبيركل هيعمل ارتكيوليشن مع مع الترانزفيرس بروسيس، بعد كده ينتهي الضلع اهو. ادي الضلع بتاعي اللي هو الريب. فيها دكتور كم حته الضلع لمس فيها الفقره؟ قال لك حتتين. ايه هما يا دكتور؟ قال لك والله يا عم ما بين الهيد الراس وما بين الجسم بتاع الفقره. كوني المفصل كنت مسميه المحاضره اللي فاتت، مفصل ما بين الضلع، ما بين الراس بتاعت الضلع وما بين البادي، كنت مسميه فيرتيبرو. ايوه فيرتيبرو كوستال جوين، ما بين الفرتبرا الفقره الجسم بتاعها وما بين الهيد الراس بتاعت الضلع. امال اللي كان ما بين التيوبيركل والترانزفيرز بروسيس اللي هو ده اهو، كنت مسميه كوستو ترانزفيرز جوين. عند دكتور كوستو فيرتبرا جوين ما بين الهيد بتاعت الضلع وما بين البادي بتاع الفقره، وعندي كوستو ترانزفيرز جوين ما بين التيوبيركل وما بين الترانزفيرز بروسيس. ادي يا باشا المفاصل اللي بتاعت الثوراس الكيج. اقرا كده. قال لي عندي كوستا جوينتس، مين هم الكوستا اللي هتعملهم الضلوع؟ قال لك الجوينتس ريليتد تو ريبس، هي المفاصل اللي ليها علاقه بالريبس الضلوع. زي انكلود يعني بيشملوا. عد بقى معايا رقم واحد، استرنو كوستا ما بين مين ومين؟ ما بين الاسترنم والكوستا الكارتريج. كوستو كوندرال ما بين الضلع وما بين الغضروف. انتر كوندرال ما بين الغضاريف وبعضها البعض. كوستو فيرتبرال ما بين الهيد بتاعت الضلع وما بين اللي باضي بتاع الفقره. بعد كده كوستو ترانزفيرس ما بين التيوبيركل وما بين الترانزفيرس بروسس. ادي عامل الموضوع بتاعك اللي اسمه الجوينتس اوف الثوراسيك فيرتبري. صور بعد اذنك. شغال؟ شغلت. عند الدكتور عنوان اسمه فيرتبرا كولامن العمود الفقري. اي كلام في الهنتريش من بعد الفيرست ريب كل ده اي كلام، عايز تذاكره ذاكره، مش عايز حاجه ترجع لك انت وضميرك الدراسي، وانا عارف ضميرك الدراسي طبعا. الفيرتبرا هي فكره. ما انا بقول لك اهو الفيرست ريب والضلع الاولين ده اهم حاجه في المحاضره. ده اهم حاجه في المحاضره، كل ده بعد قلت الفيرست ريب عايز تذاكره خير وبركه، مش عايز خير وبركه بقى. الفيرتبرا كله ايه؟ لا ما بيجيش في امسك والله، لو بيجي في امسك يو اكيد ما كنتش قلت لك ما تذاكروش. الفيرتبرا الكولامن العمود الفقري يا دكتور. لما اجي اتكلم على العمود الفقري الراجل عايز يعرفني شويه معلومات عامه كده عن الحبل، عن العمود الفقري اللي هو الفيرتبرا الكولامن بتاعي. اول معلومه راجل قالها لي ان الحمد لله اللهم لك الحمد طول العمود الفقري في الميل في الرجاله 70 سنتي وفي الستات 65 سنتي. الحمد لله عندنا اطول 70 سنتي. والله ما اعرف، والله ربنا اللي خلقها كده دكتوره جنى. الميل الراجل عنده 70 سنتي، طول العمود الفقري عنده 70 سنتي، لكن في الفيميل في الستات طول العمود الفقري كام؟ 65 سنتي. ماشي. جيت يا عم بص على العمود الفقري بتاعي اللي هو الفيرتبرا الكولامن العمود الفقري اللي طوله 70 سم في الرجاله وطوله 65 سم في الستات، لقيت ان العمود الفقري بتاعي ده يا دكتور ما هوش واقف في جسمي بالمنظر زي القلم كده، ما هوش ستريت يعني ما هوش مستقيم في جسمي زي القلم كده. امال ماله يا دكتور؟ قال لك ده واخد كيرف، واخد انحناءات. فين يا عم الانحناءات دي؟ تعالى بص على العمود الفقري كده يا عم. لو جيت يا عم بص على العمود الفقري بتاعي هلا دكتور ان العمود الفقري فعلا لو جيت تبص في منطقه صدرك هتحس ان العمود الفقري داخل ناحيه جوه شويه صح؟ وطول ما الناس رايح ناحيه البطن لقيت الفقرات بتكبر وبتطلع ناحيه قدام، جيت انزل تحت في منطقه عظمه السكرم لقيتها راجعه ناحيه ورا. اذا العمود الفقري يا دكتور ما هوش كله خط مستقيم عامل زي كده، لا ده كله دكتور كيرفيتشرز.
كله انحناءات. عندي حته انحناء اهو، بعد كده انحناء اهو، بعد كده انحناء اهو ناحيه تحت خالص وجوه. اذا العمود الفقري كله انحناءات او كله كيرفيتشر. جيت ابص على العمود الفقري يا دكتور لقيت بيحصل له كذا كيرفيتشر، يعني كذا انحناء. ايه عمل الانحناء دوت وقالك وظيفته ايه وايه السبب فيه؟ قالك لما جيت ابص على العمود الفقري لقيت ليه انحناءات سميتها كيرفيتشرز. ايه يا عم الكيرفيتشرز دي؟ قالك في انحناء بيبقى موجود فيك او بيبقى موجود في العمود الفقري يعني وانت امبريو وانت جنين، وبسمي الانحناء ده يا دكتور برايمري كيرفيتشر، يعني الانحناء الاولي. ده موجود في سعادتك وانت ايه؟ جنين، يعني جوه رحم الام انت يوتيرن لايف وانت لسه جوه الرحم جنين. اول ما تنزل على الارض من رحم الام اسمك فيتاس. كلمه فيتاس ده اللي هو الطفل اللي من عمر يوم لحد عمر 5 سنين، من بعد ال5 سنين اسميه تشايلد اللي هو طفل، بعد طبعا 15 سنه بسميه الادلت اللي هو البالغ. يبقى دلوقتي يا دكتور وانا جنين العمود الفقري بتاعي بيبقى فيه انحناء بسميه البرايمري كيرفيتشر. طب يا عم بعد ما تولد وانزل بيبقى في عندي انحناء اكيد هسميه سكندري كيرفيتشر، يعني الانحناء الثاني او الانحناء مين؟ الثانوي. ده فيك وانت في تصويت جنين وانت سوري يعني طفل. ماشي، ايه يا عم الانحناء اللي موجود فيا وانا جنين ده وايه سببه اساسا وايه اللي عمله؟ قال لك والله اللي سببه الوضع اللي انت بتبقى فيه جوه رحم الام. حد فاكر ايام الامبريولوجي؟ فاكرين ايام الامبريولوجي؟ انا عارف يا عم، وانا جنين كان جسمي او منظري وانا جوه رحم الام ببقى شبه الدوده. شفت النظر عامل ازاي؟ اه والله بحب الغرفه صغيره دي. قلتله لما جيت ابص على وضع الجنين، وضع الجنين جوه رحم الام، لقيت الجنين بتاعي جوه رحم الام العمود الفقري بتاعي متني. اشمعنى دكتور متني؟ قال لك والله كان بتحصل عمليه مهمه جدا 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 في بدايه الشهر الثالث من الحمل. الدكتوره اللي سرحانه، الدكتوره اللي سرحانه ورا اثناء الحياه الجنينيه، كان الجنين بيحصل له عمليه كده كنت بسميها ايه؟ كان في عمليه بتحصل في الشهر الثالث مهمه قوي، كان بتخلي الكرينيا الاند اللي هي اللي هتكون راس العيل والجمجمه بتاعته تقرب من الكودا الاند اللي هتكون اللور لم. ايوه قول فولدنج. العيل الدكتور كان بيحصل له عمليه مهمه جدا 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 كان اسمها الفولدنج في الامبريو، ان الجنين يبدا يتني على بعضه عشان الكرينيا الاند النهايه اللي هتكون راسه والجمجمه بتاعته تقرب من الكودا الاند اللي هتكون اللور لمب بتاعه. ونتيجه الانحناء او نتيجه عمليه الفولدنج عمليه التني بتاعتي. بص على منظر العمود الفقري عند العيل الصغير، ادي عامل منظر العمود الفقري اهو، في كيرفيتشر دكتور في انحناء بالمنظر ده كده اهو. ادي عم الكيرفيتشر الانحناء اللي هيبقى موجود في الفرتبرا الكولامن في العمود الفقري عند العيل الصغير وهو امبريو وهو جنين. نتج عن ايه يا دكتور الانحناء ده؟ قالك نتج عن الوضع العام اللي الجنين موجود فيه جوه رحم الام نتيجه عمليه اسمها عمليه الفولدنج او عمليه التني اللي هتحصل في العيل الصغير. يبقى يا دكتور وانت جنين عندك كيرفيتشر انحناء في العمود الفقري اسمه ايه؟ برايمري كيرفيتشر. اسمه برايمري كيرفيتشر. سببه ايه يا عم؟ انا سببه عمليه الفولدنج الوضع العام بتاع الجنين جوه رحم الام. بعد ما تولد يا عم بالسلامه واشرف ارض الوطن هلاقي عندي سكندري كيرفيتشر يعني انحناءات ثانويه هتيجي بعد كده وانا فيتس يعني وانا طفل. عندي كام سبعه كام فقره سيرفايكال يا عم؟ سبعه اللي هم دول كده سيرفايكال فيرتيبرا. امال مين الحمر دول؟ اللي عددهم 12 دول يا دكتور سوراسك. امال مين الزرق؟ دول اللمبر البطنيه. واللي تحت خالص دول الساكرال والكوكسوجين. ساكرال اند كوكسوجين. جيت يا دكتور ابص على السكندري كيرفيتشر الانحناء الثانوي اللي موجود في العمود الفقري، لقيت عندي انحنائين موجودين في العمود الفقري. ايه هما الانحناءين دول؟ قال لك انحناء من ناحيه قدام وناحيه ورا. هو صوره العمود الفقري دي ازاي؟ وانا باصص من الجنب، انا صورتك من الجنب، بصيت على العمود الفقري بتاعك من الجنب، طلع بالمنظر ده كده، وانا واقف من الجنب كده، مش انا كده انتيرو قدام وورا هنا كده بوستيريو؟ هكتب لك البيانات اهو، انا كده انتيرو يعني ناحيه قدام، وهنا كده بوستيريو يعني ناحيه ورا. حلو قوي الكلام ده، ركز بقى كده معايا. جيت يا عم ابص على السكندري كيرفيتشر،
لقيت ان العمود الفقري بيبقى متني من قدام لناحيه ورا او العكس من ورا لقدام. المهم عندي انحناء بسميه انتروبوستيريور كيرفيتشر، يعني العمود الفقري منحني من قدام ومن ورا فبسميه انتروبوستيريور كيرفيتشر. وعندي انحناء يا دكتور من الجنب، العمود الفقري بيبقى مايل اما ناحيه اليمين او مايل ناحيه الشمال، يبقى عندي سايد تو سايد كيرفيتشر، يعني انحناء على الجناب وانحناء لقدام وانحناء لورا. الانحناء اللي من قدام ومن ورا هسميه انتروبوستيريور كيرفيتشر، والانحناء اللي على الجناب يمين او شمال هسميه السايد تو سايد كيرفيتشر، الانحناء اللي على اليمين والشمال. تعال خلص اليمين والشمال ده. الراجل قال لي يا عم انا راجل كدكتور محمود علاء بكتب بايدي اليمين ولا الشمال؟ يمين. بكتب بايدي اليمين، فالعمود الفقري بتاعي مايل شويه ناحيه اليمين. ما تفتكرش مايل اللي هو فارش بطانيه ونايم، لا ده هو واخد سنه انحناء شويه ناحيه اليمين. والناس اللي بيكتبوا بايديهم الشمال هتلاقي العمود الفقري بتاعهم مايل شويه ناحيه الشمال. فالراجل قال لي يا عم ان السايد تو سايد كيرفيتشر الانحناء اللي من ناحيه لناحيه ده بيبقى عن طريق ايه؟ قال لك الناس اللي بيكتبوا بايديهم اليمين العمود الفقري بتاعهم بيميل ناحيه اليمين شويه، واللي بيكتبوا بايديهم الشمال العمود الفقري بتاعهم بينحني ناحيه الشمال شويه. امال يا عم الانتروبوستيرو كيرفيتشر؟ جيت ابص يا دكتور على منظر السيرفايكال فيرتبري، لقيت يا دكتور السيرفايكال فيرتبري من ناحيه قدام محدبه ولا مقعره؟ محدبه. محدبه يعني كونفكس ولا كونكيف؟ كونفكس. اهو كونفكس يا دكتور. ونزلت على الصراصك لقيتها كونكيف اهي. جيت انزل على اللمبر لقيتها كونفيكس. جيت ابص على الصقره لقيتها كونكيف يعني مقعره. عندي كام حته كونفيكس ناحيه قدام؟ اثنين. مين هما؟ السيرفايكال واللمبر. فالراجل قال لي ان الانتروبوستيريور كيرفيتشر عندك في اثنين انتيريور كونفيكستي، يعني انحنائين ناحيه قدام، واحد في منطقه السيرفايكال فيرتبري واحد في منطقه اللمبر فيرتبري. يعني معنى كده دكتور اقدر اقول ايه؟ ان كل العمود الفقري يكون كيف ما عدا حتتين كونفيكس لقدام، السيرفايكال و قال لي يا عم الانتروبوستيريور كيرفيتشر. حد مش فاهم؟ ايه دكتور السبب فيهم؟ اشمعنى السيرفايكال فيرتبري ديا السيرفايكال فيرتبري بقت كونفكس ناحيه قدام، واشمعنى اللمبر هي كمان كونفكس ناحيه قدام وبقيه العمود كله كونكيف؟ حد يفسر؟ افسر السيرفايكال فيرتبري يا دكتور. العيل الصغير لما بيتولد يا دكتور يوسف بيبقى عامل زي العجينه. عامل زي ايه؟ انت ممكن تمسك العجينه تشكلها زي ما انت عايز، صح؟ ممكن تعمل منها كور، ممكن تعمل منها سمبوسه مثلثات، ممكن تعمل منها مربعات، تعمل في اللي انت عايزه في العجينه، صح؟ العيل الصغير اول ما بيتولد العمود الفقري بتاعه بيبقى عامل زي العجينه بالظبط، ويبدا يتشكل على حسب حركه الطفل. الطفل اول ما بيتولد دكتور مرتضى وانت صغير لو شفت صورك وانت صغير تلاقي مامتك دايما وهي شايلاك او اي حد بيشيل عيل صغير في الطبيعي بني ادم الطبيعي لما بيجي يشيل عيل صغير تلاقي بيحط ايده ولا راس العيل الصغير. ليه؟ عشان يعمل لها سبورت، عشان يسندها، لان العيل الصغير البصويز الممرات اللي ما بين المخ الجهاز العصبي فوق وما بين العضلات بتاعته لسه ما بقتش مايلينيشن، بتاخد وقت على ما توصل لمرحله النضوج. فالعيل الصغير محتاج دايما حد يعمل سبورت بايديه للهد للراس بتاعت العيل الصغير. اول ما الولد يوصل سن من 3 ل 4 شهور ايه اللي يحصل له؟ قال لك اول ما العيل يوصل سن 3 4 شهور يبدا العيل الصغير يرفع راسه لوحده، وهو بقى بيتحكم في راسه خلاص، هو اللي بقى بيعمل سبورت لرقبته. بص عندك واحد من ساعه ما اتولد لحد سن 4 شهور راسه عامله كده وانت اللي عامل لها سبورت. اول ما العيل يبدا يرفع راسه هيرفعها ازاي؟ كده. بص المنظر كونفكس قدام ولا لا؟ بص يا عم الراجل ده لو رقبته عامله كده تبقى هنا كده كونفكس ولا كونكيف؟ كونفكس. وهنا كده كونكيف. ده العيل الصغير اللي انا بفضل عامل سبورت بايديا لراسه. اول ما الراجل المحترم ده يبدا يرفع راسه على الاخر، بص منظر بقى، بص منظر رقبته بقت كونفكس قدام ولا لا؟ بقت كونفكس قدام، عشان كده السيرفايكال فيرتبري بقت كونفكس قدام. امال اشمعنى اللمبر هتبقى كونفكس ناحيه قدام؟ عشان كونكيف. عشان ايه؟ قول مش عارف. ايه؟ يوقف. ايوه انا عارف ان هو يقف. اول ما العيل يبدا يقف تبدا اللمبر فيرتبري تبقى قدام، بس ليه برضه ليه تطلع لقدام؟ يعني ليه ما ترجعش لورا مثلا؟ قال لك لان قدام يا دكتور في الرجاله
معرض ان يبقى عنده كرش زي بتاعي كده. مش والله مش الكرش ده هيضعف على الفقرات، يبقى لازم طول الفقرات تبقى عامله له كده عشان ده هيكبر لقدام، فدي تبقى عامله له سبورت من ورا. طب الست عايزه كده عشان الحمل البريجنسي ده بطنها هتبقى قد البطيخه قدامها، فلما تبقى حامل اللي مثلا حامل في توأم مثلا لازم طول الفقرات البطنيه تبقى عامله كده ليه؟ عشان سبورت الحاجه الكبيره اللي هتكبر هنا. ما هي بطن الست او كرش الراجل ايهما اقرب؟ الاثنين هيبقوا موجودين في الحته دي كده صح؟ الاثنين موجودين في الحته دي، يبقى لازم الفقرات تبقى عامله لهم كده عشان تعمل لهم سبورت. طب يا دكتور العيل الصغير بيبدا يقف عند سن كام؟ سنه ونص. اخوك الصغير المفروض الطبيعي ان العيل الصغير بيبدا يمشي على رجليه عند سن كام؟ من سنه لسنه، يعني من 12 شهر ل 18 شهر. حد عنده مشكله في الكرفتشرز؟ ماشي. هو يا دكتور العمود الفقري مكون من ايه؟ من فقرات بس؟ وايه؟ وانترفيرتبرال ديسك. دكتور العمود الفقري جيت ابص عليه لقيت ان العمود الفقري اللي هو بالنسبه لنا في الرجاله طوله 70 سنتي، لقيت ان العمود الفقري ده يا دكتور ثلاث ارباعه عباره عن فقرات والربع عباره عن انترفيرتبرال ديسك. بص يا عم، جيت ابص على العمود الفقري لقيته مكون من فيرتبرا فقرات، وما بين كل فقره والثانيه في ديسك اسمه انترفيرتبرال ديسك. ال 70 لو انا العمود الفقري عندي بتاعي طوله 70 سنتي، ثلاث ارباع ال 70 سنتي فقرات والربع عباره عن غضاريف انترفيرتبرال ديسك، يبقى ال 70 سنتي او ال 65 سواء في الست او في الراجل دول متقسمين ازاي؟ دول ثلاث ارباعهم فقرات والربع انترفيرتبرال ديسك. يا دكتور هي الفقرات في جسمي كم نوع؟ نوعين يا دكتور وحياه ربنا، الفقرات في جسمك نوعين، فقرات ملتحمه وفقرات منفصله. عندي يا عم الفقرات السيرفايكال، بص المنظر، يعني بص المنظر. الفقرات السيرفايكال يا دكتور كل فقره مفصوله عن الثانيه عن طريق ديسك اهو اسمه انترفيرتبرال ديسك صح؟ فضلت ماشي على الفقرات السيرفايكال لقيتها برضو سيباريت، يعني منفصله عن بعضها عن طريق انترفيرتبرال ديسك. والثوراسك نفس الكلام، واللمبر نفس الكلام. نزلت على الفقرات الساكرة اللي هم خمسة لقيتهم كلهم ملتحمين مع بعض عشان يعملوا لي عظمة ايام 103 القليمة كنت بسميها عظمة السكرم، كانت عبارة عن خمس فقرات ملتحمة مع بعضهم. هو هنا هيبقى فيه انترفيرتبرال ديسك؟ اقسم برب الكعبة والله هيبقى فيه انترفيرتبرال ديسك هنا ليه؟ هم كلهم عظمة واحدة اصلا اسمها عظمة السكرم. مش بس هي ده، هي والعظمة اللي تحت اللي اسمها عظمة العصعص اللي هي الكوكسوجيا الفرتبري من واحد لثلاثة فرتبري، وبرضو كلهم ملتحمين مع بعضهم في حتة عظمة واحدة اللي اسمها عظمة العصعص. فيا عم قسمت ثلاث ارباع العمود الفقري اللي هو عبارة عن فقرات ليه؟ سيبريت فرتبري فقرات منفصلة اللي هما السيرفايكال والثوراسيك واللمبر، وفيوزد فرتبرا فقرات ملتحمة مع بعضهم. مين الملتحمين دول؟ اللي هما الساكرال والكوكسوجيا. طيب والربع اللي فاضل مين؟ انترفيرتبرال ديسك. عايز ادرس تركيب الانترفيرتبرال ديسك. صور بعد اذنك البرج. انترفيرتبرال ديسك. لما جيت ابص على الانترفيرتبرال ديسك يا دكتور لقيته سلندريكال ان شيب، يعني اسطواني الشكل، شبه الاسطوانه كده بالمنظر ده. الاسطوانه دي يا دكتور ليها جزئين. ليها جزء مدور وموجود في السنتر، يعني موجود في النص مباشرة، لونه برتقاني ده اهو. وجزء يا دكتور موجود على البريفري، موجود على الأطراف. ليه يا دكتور؟ قال لك والله الجزء اللي موجود على البريفري على الأطراف دون أنا هيبقى طري ولا خشن؟ خشن. قال لك هيبقى خشن، يعني مش قصدي خشن، ناشف يعني. ليه ناشف يا دكتور؟ قال لك لأن اللي هيقعد عليه الجسم بتاع الفقرة، وسيادتك خدت قبل كده في الفقرات إن كان مين اللي بينقل وزن الجسم؟ البادي، الجسم بتاع الفقره هو اللي كان بينقل الوزن، هينقله يحطه على مين؟ على الانترفيرتبرال ديسك اللي هو قاعد فوقيه. طب هي يا دكتور معنى كده ان انا محتاج اخلي الانترفيرتبرال ديسك ده من البريفري من الاطراف يبقى ناشف، قمت جايب حته حلقه من الفايبرس تيشو. مش خدت كلمه السوجي المؤاخذه؟ انت خدت كلمه السوجي يا كابتن؟ خدت الانترفيرتبرال ديسك عباره عن من بره انيولاس فايبروزس ومن جوه عباره عن نيوكلاس بالبوزس. انت خدت الكلام ده في الاستوديو، انا مذاكر كويس ما تقلقش. من بره يا عم لقيت حته حلقه، الحلقه دي عباره عن فايبرس تيشو نسيج ليفي عشان تستحمل الضغط اللي هيحصل عليها من البادي من الجسم، قمت مسميها انيولاس يعني رنج حلقه يعني فايبروزس، هي معناها فايبرس رنج يعني حلقه من الفايبرس تيشو. دي يا دكتور بتعمل لي البريفري، بتعمل لي الاطراف بتاعت الانترفيرتبرال ديسك بتاعي اللي هيقعد عليها البادي عشان تستحمل وزن الجسم.
امال يا عم الحته اللي عباره عن ماده جيلاتينيه جيلاتينياس ماتيريال ماده جيلاتينيه موجوده في نص الديسك موجوده في نص الغضروف بتاعه الماده الجيلاتينيه اللي موجوده في نص الغضروف دي يا دكتور اطلقت عليها لقب نيوكليوس بالبوزس دي عباره عن جيلاتينياس ماتيريال ماده جيلاتينيه موجوده في السنتر يعني في نص الديسك في نص الغضروف بتاعي كل اهميتها يا دكتور بعض الابحاث اللي لسه نازله جديد ان النيوكليوس بالبوزس دي اهميتها بالنسبه لك موجوده في الكتاب ان هي بتشتغل كبفر يعني تعادل تشوك ابزوربر بتمص الصدمات اللي بيتعرض لها العمود الفقري بس في ابحاث دلوقتي قالت ايه؟ قالت يا دكتور ان انت كنت شارح لهم في اول شابتر اللي هو ايام الجنرال انيما كنت شارح لكم ان الكارتريج رايح له دم ولا لا؟ لا كنا بنقول ان الغضروف يا دكتور بيبقى فاسكولار ما فيش رايح له دم حتى بالامره كنت بقول لك لو الغضروف اتعور الدكتور ما بيضربش فيه ابره ما بيتخيطش لو جالك عيان في المستشفى وانت في الاستقبال اسمع كلامي لو جالك عيان متعور عنده الاوريكل بتاعه الاير صوان الاذن ده متعور او التبر بتاعه النوز او القطه عضام مناخيره واكله الحته بتاعه مناخيره دي الدكتور ما بيخيطش الغضروف ما بيضربش ابره في الغضروف ليه لانه مش هيلم لو خيطته لانه مش رايح له دم فاسكولار تيشو يعني مش رايح له اي اوعيه دمويه وبالتالي مش هيلم امال الدكتور بيعمل ايه جاست ان هو بيخيط السكين الجلد بس من بره هو اللي يتخيط والغضروف من جوه هو هيلم لوحده مع الوقت امال حد فكر الغضروف طالما مش رايح قدامه امال كان بيتغذى منين بالديفيوجن بالانتشار في ابحاث بقى دلوقتي دكتور يوسف بتقول ان النيوكليوس بالبوزس دي هي اللي مسؤوله ان هي تاخد الغذاء من الفقرات اللي حواليها ومن الاوعيه الدمويه اللي حواليها وتوصلها للانيولاس فايبروز اللي هي الاطراف بتاعت مين الغضروف بتاعي فانا مش موجود عندك في الكتاب بس حبيت اقولها عشان نبقى على الابديت يبقى تبقى على درايه باحدث الحاجات ادي يا عم الانترفيرتبرال ديسك بتاعي اقرا على اذنك كده عشان نقرا الفيرتبرال كولامين قال الدكتور الافريج ادلت لينس المتوسط اهو بتاع الطول في الميل في الرجاله 70 سم وفي الفيميل في الستات 65 سم العلامات اللي انا كنت راسمها هنا العلامه اللي فيها سهم لتحت عشان بس ما حدش يستغرب من العلامات اللي كنت راسمها العلامه اللي فيها سهم لتحت يلا ده ميل ذكر والعلامه اللي ما فيش فيها علامه من تحت دي يبقى دي فيميل يعني انثى اتمنى ان انت تنسى الموضوع ده خالص الكيرفيتشرز يا دكتور الانحناءات بتاعت الفيرتبرال كولمن بتاعت العمود الفقري عند دكتور رقم واحد برايمري كيرفيتشر بيبقى شبه حرف سي والكونكافيتي بتاعته ما دايركتد ناحيه قدام سببه ايه يا عم؟ سببه الوضع اللي انت كنت موجود فيه جوه رحم الام اللي نتج نتيجه عمليه اسمها عمليه الفوبري قال لي يا عم ده ديو تو نتيجه الجنرال اتيتيود الوضع العام وفي الفليكشن بتاع الثانيه اللي انت كنت موجود فيها انسايد اليوترس جوه الرحم بعد كده دكتور عندي سكندري كيرفيتشر يعني ثانوي السكندري ده نوعين من قدام ومن ورا ومن على الجناب ايرنز الاول على الجناب قال لك السايد تو سايد كيرفيتشر ان الفيرتبرال كولامن از سلايتلي كونفكس تو ذا رايت بيبقى محدب ناحيه اليمين او مايل شويه ناحيه اليمين ان الرايت هاند بيقولوا في الناس اللي بيكتبوا بايديهم اليمين وطبعا العكس هيبقى في الناس اللي بتكتب بايديها الشمال بعد كده الانترو بوستيرور كيرفيتشر قلنا السيرفايكال كونفكستي المحدبه ناحيه قدام في منطقه السيرفايكال ده بيظهر عند عمر من 3 ل 4 شهور وين البيبي لما العيل الصغير استارت يبدا ان هو ريز اند سبورت از هيد هو اللي يبدا يرفع راسه بنفسه ويعمل لها سبورت اللامبر بتظهر عند سن سنه ونص لما البيبي يبدا يمشي عشان الفيرتبرال كولمن بيبقى كونكيف انتيرولي مقعر كله من قدام اكسبت ما عدا في مكانين في منطقه السيرفايكال ومنطقه اللامبر اقلب الصفحه هتلاقي الكومبوننت المكونات بتاعت العمود الفقري اللي احنا قلنا عباره عن فيرتبرا فقرات وانتر فيرتبرا ديسك الفقرات يا دكتور كانت كومبرمايز يعني بتكون ثلاث ارباع العمود الفقري بينما الانتر فيرتبرا ديسك كان هيكون الربع اللي باصص الموبايل ده هيسقط السبر الفيرتبرا المنفصلين 8 سيرفايكال و12 ثوراسيك و5 لامبر بعد كده هو السيرفايكال كانوا 8 ولا 7 7 6 7 12 5 2 4 دي 7 سيرفايكال مش 8 سيرفايكال كده صلح كلمه 8 سيرفايكال دي خليها 7 انا عندي 7 سيرفايكال فيرتبري صلح رقم 8 8 سيرفايكال دي صلح رقم 8 دي خليها 7 انا عندي 7 سيرفايكال فيرتبري 7 12 5 2 4 الفيوز يا دكتور الملتحمين مع بعضهم هم الساكرا الفيرتبرا والكوكسوجيال بعد كده دكتور الانتر فيرتبرا ديسك اللي كومبرمايز يعني بيكون تقريبا ربع طول العمود الفقري بتكون من حاجتين حلقه موجوده ناحيه بره من فايبرس تيشو اسمها انيولاس فايبروزس فايبرس رينج بتكون البريفري يعني الاطراف بتاعت الديسك وحته نواه
موجودة من جوه اسمها نيوكليس بالبوزس، عبارة عن مادة جيلاتينية موجودة في السنتر في نص الغضروف بالظبط، قالت بتشتغل كبفر تو ابزورب عشان تمتص الصدمات ابلايد تو الفيرتبرال كولومن اللي انا هحطها على الفيرتبرال كولومن. صفحة 23 يا باشا عندك البارتس الأجزاء بتاعت التيبيكال فيرتبرا، الصفحة دي مكررة من الصفحة اللي ورا، بشرح لك أجزاء التيبيكال فيرتبرا اللي هي موجودة ناحية ورا، ليها بادي وليها موجود في النص وليها اتنين بيديكل واتنين لامنة وسبع بروزات، الصفحة دي مكررة من ناحية ورا، يعني هي مطبوعة مرتين يعني. صفحة 24 الجوينت تاني، صفحة رقم 24 دي برضه مكررة اللي المفاصل بتاعت الفقرات، عند الدور سكندري كارتيلوجينس اللي هو كان الانتر فيرتبرال ديسك السينوفي اللي كان ما بين الارتكولار بروسيس وبعضها، الليجمنتس اللي كانت موجودة ما بين البادي قدام وموجودة من ناحية ورا وموجودة ما بين السباينز وموجودة على السباينز اللي احنا شرحناها في الفايبرس جوينتس اللي كانت تعملها الفيرتبر الفقرات. صفحة 25 هي عملي اشرحها لك ولا انت مش عايزها؟ لا كلها مفيش فيها أي نظري، دي ايدنتيفيكيشن يعني ايدنتيفيكيشن اوف الفيرتبرا، ازاي اتعرف على الفقرات، اصلا اتعرف عليها فين وانا في لجنه العمل ان شاء الله، يعني الراجل حاطط لي فقرتين كده قدامي على الديسك واتعرف عليهم ازاي، فده عمل اشرحها. لا شرفت ونورت ان شاء الله. المحاضره بتاعت الاسبوع الجاي هنبدا بقى في الشابتر الثاني عندنا اللي هو اول موضوع نظري عندنا الانتر كوستال، ايه الانتر كوستال سبيس. شرفت ونورت دكتور، ممكن نشرح؟